الجزء اللي هو الفات ده اللي هو الاوبتيمال باينري سيرش شيت دكتور ما شرحهاش، فهي مش علينا يعني، هو فوتها يعني. نخش على النابساك. ايه النابساك؟ لو فاكرين اللي هي كانت دلوقتي واحد حرامي ومعاه شنطه، الشنطه دي بتشيل ويت معين، فانا عايز اشيل كل ايتم ليه الفاليو بتاعه وليه الويت بتاعه، فانا عايز يبقى اجمع اعلى فاليو يقدر يفت في الشنطه. تمام؟ يعني انا مثلا الشنطه بتاعتي ممكن تشيل حاجات وزنها 4 جرام مثلا، وعندي حاجه بجرام الفاليو بتاعها كذا، وحاجه ب 2 جرام الفاليو بتاعها كذا وهكذا يعني. فانا هل انا اقدر اشيل كل ال ايه احسن كومباينيشن اقدر اخده يخلي ان الشنطه دي فيها اكبر عدد من الفاليو الممكنه، وفي نفس الوقت انا ما زدتش عن الويت بتاع الشنطه، يا اقل منه يا بيالويت بالظبط. تمام؟ انا هنا كان عندي تو ستيتس. ستيت تعالوا نشوف كده مع بعض. ستيت ان انا اروح للاندكس اللور، انا دلوقتي مثلا عند ستيت 0، ستيت 0 لسه ما خدتش حاجه، فقدامي اروح لستيت 1. ستيت 1 دي انا يا اما خدت حاجه، يا اما خدت الايتم اللي كان عندي في ستيت 0، يا اما فوتته وما خدتوش. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نخلي الستيت دي اسمها اي. فانا عند اي قدامي يا اما اروح لستيت اي بلس 1 بس واعتبر اخدت الشنطه. طب اخدت الشنطه دي يعني الويت بتاعي هيقل، فالويت بتاعي اصغر من الدبليو اوف الاي اللي انا واقف عندها، اللي هي مثلا الاي ده اللي هو الزيرو، انا دلوقتي عند ستيت 0، فالويت بتاع الاندكس 0. تمام؟ وهيزيد معايا ايه بقى؟ الفاليو بتاعه اللي هو الفي اي، لان انا خدته، انا ما دام اخدت الاي فانا خدت الفاليو بتاعه الاي، فنقصت من الدبليو دي الويت بتاعها. دي اول ستيت اللي هو ان انا اعتبر عديت على اول ستيت، على الستيت اللي فاتت واخدت الايتم ده. يا اما حاجه ثانيه بقى، يا اما انا ما خدتوش اصلا ورحت الستيت اللي وراها من غير ما اخد ده، عملت له سكيب. تمام؟ فدي هتكون ايه؟ عباره عن ايه؟ اروح ستيت اي بلس 1 السلويت بتاعي هيبقى زي ما هو، في نفس الوقت الفاليو بتاعي مش هيزيد، الفاليو بتاعي مش هاخده معايا، كده كده انا يعني انا ما خدتش حاجه، فالفاليو بتاعي ما زادش، فانا ماشي زي ما انا. تمام؟ طيب انا عايز اماكسمايز، وده السحر بقى بتاع الريكيرجن، كل اللي عملناه من كده ده الريكيرسيف ستيت بتاعه النابساك. كل الهري ده كله بيخلص بتو لاينز بالظبط، اللاين ده او ممكن تحط اف كونديشن، يعني اف كونديشن ده اللي هو لو اصلا ده الدبليو اي اصغر من الدبليو. طب لو الدبليو اي اكبر من الدبليو، ساعتها انا كل اللي هعمله ان انا اروح للست اللي وراها، ما قداميش حل ان انا ماكسمايز دي خالص. تمام؟ بس يعني ده السحر بتاع الريكيرشن. طيب مشكله هنا ايه؟ ان انا كل ستيتس بتفتح لي تو ستيتس، لما يبقى كل ستيتس تفتح لي تو ستيتس، ده معناه ان انا ايه؟ ان انا هنا عندي واحد، الواحد ده فتح لي اثنين فبقى اثنين، الاثنين دول فتحوا لي اثنين فبقوا اربعه، الاربعه دول فتحوا لي اثنين فبقى ثمانيه، فبقى انا بقى عندي ايه بقى؟ فكده انا ده عندي 2 باور 0 باور 1 وهكذا 2 باور 2، ده السميشن بتاع 2 باور n، يعني ده مش حاجه قليله، سميشن 2 باور n، سميشن 2 باور n ماينس 1 عشان انا بادئ من عند الزيرو، فده بيساوي تقريبا 2 باور n، يعني السميشن بتاع 2 باور n ماينس 1 ب 2 باور n. جربوها يعني مش عارف دلوقتي. فبس ده الستس اللي عندي. طيب لو انا عندي 2 باور n ده كتير قوي، 2 باور n دي معناها انت اخرك مثلا في حدود 28، لان دي لو 28 ممكن تعدي كده. تمام؟ 29 ما تعديش، 30 ممكن ما تعديش برضه، 30 هيبقى مليار وشويه، مليار وشويه ده كتير، 29 ممكن تعدي. تمام؟ فده طبعا 29 ده قليل جدا يعني، بالمناسبه في حاجه زي دي انا ممكن اعملها اوبتمايزيشن بالدي بي. اعملها اوبتمايزيشن ازاي؟ نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، كل فكره الدي بي اصلا ان انا بسجل كل حاجه بعملها في الميموري. تمام؟ فبالتالي اما انا عاوز ارجع احسب الحاجه الستيت اللي فاتت، تمام؟ مش هحسبها من اول وجديد، انا سجلتها عندي. فممكن اقول له ايه؟ دي بي اوف الاي بتاعي دبليو ماينس دبليو اي، سوري دبليو ماكسيمم، ده الويت الكامل بتاعي ماينس دبليو اي. تمام؟ بيساوي الرقم ده. شوف السطر ده، لا مش السطر كمان، اللي هو ال 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 يعني
مش اقل من سطر، ده assignment operator بس انا زودت، هيخلي دي بدل ما هي اخرها 28 هيخلي اخرها 10000. ده اللي عمله الدي بي في النابساك، خلاها بدل ما هي مساله تقيله شويه بقت لا بقت مساله سهله جدا يعني بتتحل في ثواني. ده هو بيقول لك ايه ماكسيمم اف اوف اي ماينس 1 اللي هو الاف اوف اي جي، هو بادئ من هو واخدها ايتريتيف، فهو عشان واخدها ايتريتيف فهو بادئ من الاول للاخر تمام. انا هنا واخدها ريكيرسيف بس مش فارقه يعني هما الاثنين هما وهما الاثنين دي بي، فبقى برده مش معنى ان انا واخدها من ريكيرسيف ان هما مش دي بي، هما الاثنين دي بي. دي بي ليه؟ عشان انا سيفتها في تيبل او في اري تمام او في ماتريكس او ايا كان. طيب هو هنا عمل ايه؟ عشان بدأ يعني هو الاسهل اصلا نعملها ريكيرسيف، محدش بيعملها ايتريتيف بيصعبها على نفسه يعني بس ماشي. دلوقتي هو عمل ايه هنا؟ هو اول حاجه عمل انيشاليز لحته اللي هو ايه، انا دلوقتي اتفقنا سوري مش ده خالص، اتفقنا انا عندي الاي ده اللي هو الستيت وعندي الدبليو ده اللي هو الويت اللي فاضل لي تمام. فهو عمل ايه؟ راح عمل اول حاجه انيشاليز ان اي حاجه 0 جي، 0 جي يعني ايه؟ يعني اي حاجه انا دلوقتي عند ستيت 0 والدبليو بتاعي بقى باي رقم فخليها لي ب 0 تمام. يعني من الاخر بيصفرها عشان نبدا، انا دلوقتي انا الويت عندي اللي باقي لي 0 تمام، فانا هبدا ان ما دام الويت عندي ب 0 يبقى انا ما خدتش حاجه اللي باقي لي 0 يعني. بعد كده في الاخر دي هتتعدل، دي اللي مش هتتعدل اللي هو ايه اللي هو انا عندي ستيت 0 فانا ما خدتش حاجه لسه تمام، انا عندي ستيت 0 خلاص لسه ما بداتش اصلا فانا لسه ما خدتش حاجه فدي 0. بعد كده بيعمل لوب من الاي والجي، اللي بيعمله ايه بقى من الاخر؟ بيقول لي ايه لو ال W of I اصغر من ال J. يعني ايه الكلام ده؟ اتفقنا ان ال J دي معناها الويت اللي باقي لي تمام، فلو الويت اللي باقي لي اكبر من او ايكوال الويت اللي فاضل لي انا هنا وبعد كده اعمل اند هنا بيقول لي الاند دي ممكن نستغنى عنها بالماكس اللي احنا حطيناها هنا تمام، بس هو بيقول لي اند ال V I بلس دي اكبر من ان انا ما اخدهاش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا خدت ال V I بلس ال V i minus l i minus 1 ده اللي هو ايه الستيت اللي قبلي، الستيت اللي قبلي هو ماشي عكسي، هو ماشي انا دلوقتي عند ستيت 3 فانا جيت للستيت 3 دي من ستيت 2 ف i minus 1 دي اللي هي الستيت اللي قبلي. ال j minus w i، ال j minus w i ده ايه؟ ال j ده اتفقنا اللي هو الويت بتاعي دلوقتي، minus w i ده اللي هو الويت بتاعي لو انا خدت الايتم ده تمام. فهو بيقول ايه لو ال value of i زائد ال value بتاع اللي هو الاي ماينس 1 الستيت اللي قبلي ونقصت منها الويت، الويت ده لو هي اكبر من ان انا الفي اي ماينس 1 جي، الفي اي ماينس 1 جي ده معناه ايه؟ الجي ده معناه ان انا ما خدتش حاجه تمام، معناه ان الجي ان الفاليو بتاع ان الويت بتاعي فضل زي ما هو. الاي ماينس 1 ده انا جاي من الستيت اللي قبلي تمام، لو هي اكبر ساعتها انا هخلي الفاليو اوف اي جي بالرقم الكبير لان انا بماكسمايز. غير كده ما قداميش حل غير الناس زي ما هي، اخلي دي بالظبط اكني جاي من الست اللي قبلي وما خدتش الايتم تمام. والبي اي جي دي الله اعلم ايه دي، يعني مش عارف واحده طريقه اصلا، مش عارف واحده طريقه صراحه. دي الطريقه دي لو انا ماشي على يعني ده هو بيوريك انا ماشي ازاي. هو هنا عند الست 0 تمام، دي ستيت جي ماينس دبليو اي، دي ستيت جي ودي ستيت دبليو. ستيت 0 انا لسه ما خدتش حاجه تمام، ستيت 0 انا لسه ما خدتش حاجه لسه بادئ تبقى متصفره. طيب عشان كده كل حاجه ستيت 0 اي لاين فيه 0 اهو متصفر تمام، واي حاجه اي رو فيه 0 برده متصفر تمام. بعد كده ايه انا عندي الاي بلس 1، اي بلس 1 دي هروح منها للاي، فهل هروح للاي ازاي؟ الاي هنا انا هاخد الماكسيمم ما بين ده وده، بس الفرق ان انا ده اللي هو ده شايفينه لو اخدته معايا هاخد معاه الفاليو بتاع الاي ماينس 1 اللي انا المفروض جاي بيها. بس ده اكني عامل باسكال، على فكره ده زي شكل الباسكال بالظبط، اما كنت بقول لك الاكبر منه والاكبر منه على الشمال، فالفرق هنا ده مش ده الاكبر منه على الشمال بس ماينس الدبليو تمام. يعني الموضوع طب عامله ايتريتيف فالموضوع صعب شويه، بس هو يعني مش للدرجه دي. لو هو مديك حاجه زي كده خلاص كل اللي هتعمله ايه؟ انت هتشوف ده الايتم وده الويت وده الفاليو، ده الايتم وده الويت وده الفاليو تمام، والكاباسيتي 5 انا عايز اكبر كاباسيتي، انا حرفيا بجيب كل الكومباينيشنز الممكنه تمام.
لو انا شغال، لا خلاص مش لازم، ما كتير يعني.